بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، الكليات الصحية، الدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والتوفيق والصلاح إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هنتكلم على السكال اند ماندبل. في الواجهة اللي قدامنا ديت السكال والماندبل، هنا قسمناها كتوتال، ماشي، البارتس بتاعتها كتوتال، فرونتال بون، برايتال بون، تيمبورال بون، اوكسيبيتال بون، ورب. نفس النظام هنا، فككناها من بعض، فرونتال، برايتال، اوكسيبيتال، تيمبورال، بعد كده المندبل. ده الحوار بتاعنا اليوم، ده حوارنا اليوم اللي هنتكلم فيه، والحوار سهل وبسيط. هنا مجمعة، هنا مفككة من بعضها. لازم نذاكر التشريح زي ما التشريح عايز، مش زي ما احنا عايزين. يلا نبص كده وندخل واحدة واحدة. قبل ما نتكلم في السكال، هنتكلم على سكيليتال سيستم، ناخد فكرة بسيطة جدا. هذا السكيليتال سيستم جزء اكزيال، هو منتصفي، وجزء ابنديكولار. ادي الابنديكولار اللي هو الليمبس، وادي الاكزيال اللي في النص. يلا يا شباب، يلا يا شباب، هنقسم البون إلى الآتي: ماكروسكوبيك كلاسيفيكيشن ومايكروسكوبيك كلاسيفيكيشن. الماكروسكوبيك الحاجة الكبيرة، according to the shape of the bone are classified into، على حسب شكل البونز هنقسم السكيليتال سيستم أو البون الى الآن. في لونج بون، لونج بون، اللونج بون دي، اللونج بونز هتلاقي لها تو اند، تو اندس، وشافت ان بتوين، وشافت ان بتوين، يبقى لها نهايتين وشافت وبودي ان بتوين، زي الايه، الابر لم واللور لم. ادي هو ابر اند ولور اند، وادي الشافت اللي في النص. بعد كده عندك شورت بون، شورت بونز يا اما تكون سفيريكال، كيوبويدال، بيراميدال، ماشي، يا اما كيوبويدال، يا اما سفيريكال، يا اما بيراميدال. هذا الشورت بون باشكاله المختلفه، سفيريكال، كيوبويدال، بيراميدال، زي الايه، الكاربال بون. ادي الكربال بون اوف ذا هاند. طب الهاند فيها كربال بونز، طب الفوت فيها تارسال بون، فيها ايه، تارسال بون، دي اللي احنا بنسميها ايه، شورت بون. طب ممكن نقسم برضو البونز اكوردنج تو كلاسيفيكيشن اوف شيب، الشيب بتاعه، الى الريجولار بون. الريجولار بون هاف ميني بروسيس، ليها كذا بروسيس. ادي البروسيس اللي قدامنا، سباينس بروسيس، ترانسفيرس بروسيس، ادي بروسيس موجوده هي، ماشي، بنسميها ايه، الريجولار بون، زي الفيرتبري، ادي الريجولار بون. طب بعد كده عندي فلات بون، فلات بون، ماشي، هتلاقي لها تو سيرفيس وكذا بوردر، وكذا بوردر، يبقى انا عندنا
تو سيرفيس وكذا بوردر بتمشي مع الايه السكال والسكابيولا والريبس، وادي النموذج للفلات بون. بعد كده according to the shape في نيوماتيك بونز، نيوماتيك بونز يعني بونز مليانة هواء، بونز contain air space زي البون بتاع ايه السكال، ادي نيوماتيك بون. هنا اشاورنا هنا على ايه المجزيلاري ساينس، وهتلاقي فوق فرونتال ساينس، دي بنسميها نيوماتيك بون. بعد كده هتلاقي في سيسامويد بونز، سيسامويد بونز، السيسامويد بونز ديت سمول بونز موجوده داخل التندون. يبقى احنا عندنا دلوقتي سيسامويد بون عباره عن ايه سمول بون وزن ذا تندون، فور اكزامبل زي الايه الباتيلا. يبقى انا اكوردنج تو ذا شيب ماشي، عندي لونج بون، ادي اللونج بون، عندي شورت بون، عندي الريجولار بون، عندي فلات بون، عندي نيوماتيك بون، عندي سيسامويد بون. ماشي يا شباب، دي اكوردنج تو ذا ايه شيب. كده نذاكر التشريح زي ما هو عايز مش زي ما احنا عايزين. انا الشيب اهوت، ادي اللونج بون، انا الشيب اهوت كيوبويدال وسفيريكال بيراميدال، ادي شورت بون، ادي ايه الشيب اهوت في الريجولار في ديفرنت بروسيس زي الفيرتبريم، ادي كمان الفلات له تو سيرفيس وبوردرز زي السكال والسكابيولا، في هواء بونز، في هواء مليان هواء ماشي، ادي البونز اللي مليان هواء زي الايه البونز اوف ذا سكال، في حاجه داخل التندون بقى زي الايه الباتيلا بنسميها سيساموين بون. ايه رايكم التشريح عايز كده ماشي؟ يبقى احنا كده بنحب التشريح، التشريح ده هو اساس كل حاجه. حب التشريح يا ولد، حبوا التشريح يا بنات. يلا انتقل الى مايكروسكوب الكلاسيفيكيشن. احنا قسمنا دلوقتي ماشي، قسمنا البونز according to microscopic وقلناها according to the shape، وقسمناها تاني microscopic، microscopic حاجات دقيقة according to ماشي البونز are classified الى compact ماشي compact bone. يبقى تاني تقسيمة في البونز microscopic زي الكومباكت بون. الكومباكت بون عبارة عن ايه؟ ادي الايه؟ ادي الكومباكت بون. عندنا الشافت اوف لونج بون، الشافت اوف لونج بون هتلاقي فيها ايه؟ هافيرجيان سيستم اهو، هافيرجيان سيستم وسنجل ايه؟ ميدالري كافيتي. يبقى هافيرجيان سيستم وسنجل ميدالري كافيتي اللي هو فيه الايه؟ البون مارو، ادي ايه؟ اللي احنا بنسميها ايه؟ كومباكت بون، ادي البون مارو اهوت ماشي، وادي الهافيرجيان سيستم. يبقى اما اقول لك according to microscopic classification تقول لي في نوعين كومباكت اللي بتحتوي على هافيرجيان سيستم والسنجل ميدالري كافيتي، والسنجل ميدالري كافيتي ماشي. السنجل ميدالري كافيتي دي مليانه على الايه؟ البون مارو. يلا يا شباب ادي كومباكت بون. الكانسيلاس بون، كانسيلاس بون، الكانسيلاس بون مليان الريجولار بون ماتريكس، الريجولار بون ماتريكس، الريجولار بون ماتريكس سيبريتد باي، سيبريتد باي بايه؟ سيبريتد باي الريجولار ريد بون مارو، الريجولار ريد بون مارو، ودي هات موجوده، موجوده فين؟ فاوند ان ذا اند اوف لينج بونز اند اول اذر بونز. ادي دلوقتي نموذج قدامنا من الكانسيلاس بون عباره عن ايه؟ الريجولار بون ماتريكس، ادي الريجولار بون ماتريكس سيبريتد بايه؟ ريد بون مارو، سيبريتد بايه؟ ريد بون مارو ماشي. الريد بون مارو ماشي
الريد بون مارو اللي موجودة فين؟ في اللونج بون. ماشي، موجودة في اللونج بون اند اول اذر بونز. يبقى احنا عندنا دلوقتي according to microscopic حاجتين اتنين، نرجع تاني كومباكت بون، وديت موجودة في الشافت اوف لونج بونز، موجودة فيرجين سيستم وبون مارو كافيتي. طيب نمرة اتنين، كانسيلس بون عبارة عن الريجولار بون ماتريكس. ادي الريجولار بون ماتريكس سيبريتد باي الريجولار ريد بون مارو، ودي موجودة برضو في الايه، في اللونج بون اند اذر بون. كده عرفنا اكوردنج تو مايكروسكوبك حاجتين، نمرة واحد كومباكت، نمرة اتنين كانسيلس بون. ماشي يا شباب؟ يلا يا شباب، الفانكشن اوف ذا بون، البون اللي انا بتكلم عنه ده فايدته ايه؟ هيكون الاجزية الاسكيلتون تو سبورت البودي ويت، فورم ذا اجزية الاسكيلتون تو سبورت بودي ويت، ده اول حاجة، ده من ضمن الفانكشن بتاعه. نمرة اتنين، فورم ذا شيب اوف ذا بودي، الشيب اوف ذا بودي. ماشي؟ نمرة ثلاثة، اتاتشمنت للمصل والتندن للليجمنت، اي مصل اي تندن اي ليجمنت هيمسك في البون. نمرة اربعة، هيكون البلاد سيل بالبون بالبون مار. نمرة خمسة، بروتكشن اوف اورجنز، الاورجنز اللي موجودة في السكال والموجودة في الشيست. نمرة ستة، فورموشن اوف جوينت، الجوينت هتعمل ايه؟ اللو موفمنت اوف ذا بودي. بعد كده الوظيفة المهمة والكبيرة، ريزيرفوار فور كالسيوم، مخزن للكالسيوم. نقولهم تاني ولا خلاص؟ يا عم العيادة إفادة وزيادة. الفانكشن اوف ذا بون، ماشي، فورميشن اوف اكزيال سكيلتون تو سبورت البودي ويت، فورميشن اوف ذا بيد اوف ذا بودي، شيب اوف ذا بودي، جيف اتاتشمنت للمصل والتندن والليجمنت، فورميشن اوف بلاد سيل باي بون مارو، بروتكشن اوف اورجانز، فورموشن اوف جوينت الاو موفمنت اوف ذا بودي، اكت از ريزرفوار فور كالسيوم. ماشي يا شباب؟ يلا يا شباب، اند فانكشنز اوف ذا بون. السكيلتون بقى، كل ده احنا لسه ما دخلناش في السكال ولا المندول، احنا بندي مقدمه عامه دلوقتي، هو ده الأساس. عرفت الأساس؟ بعد كده الفرعيات سهلة. السكيلتون أسهل من الحاجتين، أكزيال الصورة اللي شفناها في الأول، وأبنديكولر. الأكزيال ناخدها في النص، الحاجات المحورية، السكال، المندبل، الهيويد بون، الاسترما، الريبس، الفيرتبري. نقولهم تاني الاكزيال سكلت، ابدا بالسكال، ادي السكال، هايويد بون، خش على الهايويد بون، خش على السترنو، خش على الريبس اهي، خش على الفيرتبري. سهل الموضوع، ادي الايه اللي احنا بنسميه اكزيال سكيلتون، هيكل محوري اساسي اللي هو يبدا في النصف، سكال، هايويد بون، استرنم اهي، اللي ماسك في الاسترنم الفيرتبري. طب ايه اللي ماسك في اللي ماسك في الاسترنم؟ الريبس. طب الريبس ماسك في ايه من ورا؟ ماسك في الفيرتبرال كولا. ادي الاجزاء الاسكيل. طيب ابنديكولر بقى، ابنديكولر اسكيل عند ابر ليمب اهو، وعند لور ليمب، بونز اوف ابر ليمب وبونز اوف لور ليمب، ادي التقسيمه الكبيره للسكيلتون. يلا يا شباب، ادي اكزيل اهو، الصوره الجميله اهي، قلنا فيها سكال، هايويد بون، استرنم، استرنم جنب منها ريبس، ريبس ماسكه في الفيرتبري. طيب بدول الاكزيل، ابنديكولار، البونز اوف ابر ليم، البونز اوف لور ليم. ماشي يا شباب؟ يلا يا شباب، ايه سهل التشريح؟ سهل التشريح. يلا حبايبي، كلكم مفهومين، كلكم معلمين كبار. يلا يا اولاد،
السكال، خش على السكال. شفت الصورة اللي في الأول اللي قلنا عليها فرنتال برايتال اوكسيبتال تمبرال بون؟ وبعد كده هنكمل بقى، هنشوف السكال بتتكون من كام بونز. بتتكون من 21 بونز، 5 سنجل و8 بيرد. الله، يبقى انت حكمت علينا بالعدد، قول لنا العدد بتاعها بقى. يبقى 21 ادي 5 سنجل بونز و8 بيرز بيرد بون، 8 في 2 ب 16 و5 21. طب ما تيجي نشوف الايه الخمسه الايه السنجل. اول حاجه فرنتال، اهي فرنتال بون. نمره 2 اكسيبيتال بون. نمره 3 اسفينويد بون، ماشي. نمره 4 ماشي فيمرز بون. يبقى فرنتال نمره 1 فرنتال، اكسوبيتال اكسوبيتال ايه ماشي. بعد كده اسفينويد، ادي اسفينويد. بعد كده اسمويد. بعد كده فيمر بون. يبقى كم كده؟ الخمسه تقولهم لي تاني. ادي 1 2 3 4 والخمسه اللي هي الفيمر بون. تاني ادي 5 سنجل بون، فرنتال اكسوبيتال اسفينويد اسمويد فيمر بون. فيمر بونز. يبقى ده الخمسه هم 1 فرنتال، 2 اوكسيبيتال، 3 سفينويد، 4 اسمويد، 5 فيمر بونز. تعال نشوف التمانية البيرد. تمانية البيرد، أول حاجة الماكزيلري، أدي الماكزيلري. نمرة 2 الزيجوماتيك، ماكزيلا يمين وماكزيلا شمال، زيجوماتيك يمين وشمال. 3 تمبورال بون، تمبورال بون. 4 برايتال بون. 5 نيزل بون. 6 بلاطايم بون. 7 لاكريمال بون. 8 انفيرور كونكي. نقولهم تاني التمانية البيض. نقول كده ادي فرنتال قدامنا، ماشي. او نقول من هنا نبدا بالترتيب، زي جوماتك من تحت، نبدا من تحت لفوق. زي جوماتك ماكزيلر، ادي الماكزيلر، ماكزيلر يمين وماكزيلر شمال. زي جوماتك يمين وزي جوماتك شمال. ادي نمره 1 ماكزيلر، نمره 2 زي جوماتك، نمره 3 تمبرال، نمره 4 برايتل، ادي برايتل. نمرة 5 نيزل، انزل على البلد بلطاين، اطلع على الاكرمل، لاكرمل انفيرو كونكي. تاني نقولهم تاني، ادي الماكزيلري، ادي الزيجوماتيك، ادي التمبرال، ادي البرايتل، ادي النيزل، ادي البلاطين، ادي الانفيروكونكي. يبقى كده كام؟ 21 بونز، 5 سنجل و8 ايه بيرد، 5 و16 21، ادي ال 21 بونز. يلا يا شباب، يلا يا شباب، السكال، ادي السكال اللي قدامنا. اما نحب ندرس، هندرسها من كم من كم فيو؟ ندرسها من 6 فيو، 6 فيوز ان ديفرنت فيوز. انتيرير فيو، ادي الانتيرير فيو، هتبقى ايه؟ نورما فرنتاليس.
بوستيرور فيو نورما اوكسيبيتاليس، لاترال فيو نورما لاتيراليس، سوبيرور فيو نورما فيرتيكاليس، انفيرور فيو ماشي نورما بيزاريس اكسترنا، فلور او كرينيال كافيتي نورما بيزاريس انترنا. تالي السكال اندرسها ان ديفرنت فيوز في اوجه مختلف، انتيريو فيو هي بنسميها نورما فرونتاليس وهنتكلم عليها بالتفصيل، بوستيريور فيو نورما اوكسيبيتاليس، لاترال فيو نورما لاتيراليس، سوبيريور فيو نورما فيرتيكاليس، انفيريور فيو نورما بيزاليس اكسترنا. من ناحيه الفلور او الكرينيال كافيت نورما بيزاليس انترنا. يلا يا شباب يلا يا اولاد. طب النورما بيزاليس انترنا، النورما بيزاليس انترنا قسمتها الى انتيريو كرينيال فوسا، ميدل كرينيال فوسا، بوستيريو كرينيال فوسا. انتيريو كرينيال فوسا ايه اللي موجود فيها؟ ماشي، ثلاثة بونز موجودين بيكونوه، ادي فرونتال بون، اسمويد بون وجزء من البرايتال بون، برايتال وسفينويد بون. ماشي يا ولد؟ يبقى انا عندي دلوقتي انتيريو كورينيال فوسا بتتكون من ادي الفرونتال وادي الاسمويد، ادي الاسمويد اللي هتلاقي فيها ايه؟ كريستا جالي والكريبري فورم بليد، ادي الكريستا جالي والكريبري فورم بليد اوف اسمويد، برايتال وسفينويد بون، برايتال اند اسفينويد بون. يلا يا شباب ادي الانتيريو كورينيال فوس، يبقى هتلاقي فيك كريبري فورم بليت اوف اسمويل وكريستاجل، تتكون من البونز الاتية، ادي فرونتال واسمويل بعد كده البرايتال والاسفينويل. يلا يا شباب الميدل كرينال فوس، الميدل كرينال فوس ادي منطقة الميدل كرينال فوس، ادي منطقة الميدل كرينال فوس، هتتكون من ايه؟ بودو اوف اسفينويل في الميدل اهي، بودو اوف اسفينويل الميدل هوتش فورمز سيلا ترسيكا اند بيتوتري فوس، ادي السيلا ترسيكا ده والبيتوتري فوس، ادي السيلا ترسيكا اللي هي البروز ده والبيتوتري فوس. بعد كده جريتر وينج اوف اسفينويد بون، ادي الجريتر وينج اوف اسفينويد بون والتمبرال بون، جريتر وينج ماشي، ادي الجريتر وينج وادي التمبرال بون. يبقى ادي دلوقتي الميدل كرينيال فوس بتتكون من ايه؟ بودو اسفينويد الميدل، البودو اوف اسفينويد فيها البيتوتري فوسا والكيه والسيلا ترسك، ادهم بيتوتري فوسا والسيلا ترسك، على الجنبين الجريتر وينج والتمبورال ايه بون. ماشي، ادي الجريتر وينج وادي التمبورال بون. ايه اللي موجود بقى هنشوف فيها ايه الاستراكشر اللي هنشوف فيه؟ ادي سوبيرو اوربيتال فيشر اهو، سيبرت ايه الليسر وينج من الجريتر وينج اوف سبينويد بون، ادي سوبيرو اوربيتال فيشر، فصل الليسر عن الجريتر، جريتر وينج اهو، ادي جريتر وينج اوف سبينويد بون، هتلاقي فيه فورم ثلاثه، فورم فورم روتاندم اوفال اسباينوزا، الجريتر وينج بيحمل ثلاثه فورم، فورمن روتاندم اوفال اسباينوزا، بين الليسر وينج والجريتر وينج سوبر اوربيتال فيشر، بعد كده هتلاقي فيه فورمن لاسر، الفورمن لاسر من ده
بين التمبرال والسفينويد والاكسيبيتال. اهو ادي الفورامين الاصفر ماسك السفينويد وماسك التمبرال وماسك الايه الاكسيبيتال بون، وهتلاقي في جروف في الميدل منينجيال ايه ارتري. تاني الميدل كرينيال فوس هتلاقي ماسكه الايه، ادي البدو اسفينويد اللي فيه في البيتوتري فورصة والسله ترسك، وادي الجريتر وينج اوف اسفينويد، وادي التمبرال بون. في استراكشر موجوده مهمه جدا سوبيريو اوربيتال فيشر اهو، بيفصل الليسر وينج عن الجريتر وينج. الجريتر وينج فيها ثلاثه فورامن، فورامن روتاندم، فورامن اوفال، فورامن سباينوز. هنا موجود فورامن لاسر موجوده اهو، هيفصل الاسفينويد بون عن التمبرال بون عن الاكسيبيتال بون، وهتلاقي فيه جروف 4A، جروف 4A ميدل مننجيال ارتري. البوستيريو كرينال فوس اهي بتتكون من الايه؟ اسفينوي اوكسيبيتال تمبرال برايتال. يبقى البوستيريو كرينال فوسة متكونة من اسفينويد اوكسيبيتال تمبرال برايتال كونتين ايه؟ انتينال انترنال اوديتري ميترز، ادي الانترنال اوديتري ميترز. جاجولار فورمن، جاجولار فورمن، هايبوجلوسال فورمن، هايبوجلوسال فورمن، فورمن ماجن. يبقى فيها كم فورمن موجود دلوقتي؟ أربعة فورمن، انترنال اوديتري ميترز، جاجولار فورمن، هايبوجلوسال فورمن، فورمن ايه ماجن. كونتين على الايه انترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس اند جروب 4 ايه سوبيرور ساجيتال ساينس وجروف الترانسفيرس والسجمويد ساينس. يبقى دلوقتي البوستيريو كورينال فوس بتتكون من الايه اسفينويد بون اوكسيبيتال بون تمبرال بون برايتال بون، وهتلاقي فيها ايه كم فورامن، ادي الانترنال اوديتري ميتس، ادي الجاجولار فورامن، ادي الهايبوجلوسال فورامن، ادي الفورامن ماجنم، وهتشوف فيها انترنال اوكسيبيتال برو توبرانس وجروف، هتلاقي فيها جروف سوبيرو ساجيتال ساينس وجروف فور ترانسفيرس اند سيجمويد ساينس. ايه رايكم يا شباب؟ شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.